السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أصدقاء قناة التعليم الجديد، أهلا بكم في درس جديد من دروس القواعد النحوية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول. أقسام الكلام، وأول حاجة هناخدها في أقسام الكلام الاسم. أقسام الكلام الاسم، تعالوا مع بعض يا حبايبي نلاحظ هذه الفقرة جيدا. بيقول لنا يأتي السائح إلى مصر ويستمتع بمشاهدة آثارها الخالدة. لو لاحظنا الفقرة دي كويس جدا هنلاقي فيها أنواع من الكلام، أنواع من الكلام. كم نوع؟ ثلاثة أنواع، يعني مش كل الكلام شبه بعضه، في كلمات تشبه بعضها وفي كلمات تختلف عن بعضها. زي ايه مثلا؟ ممكن نلاقي نوع كلمة يأتي ومعها كلمة ايه؟ يستمتع. ونلاحظ ان الاتنين بيتكلموا عن حدث وشيء وعمل حصل او يحصل الان. طيب ايه كمان؟ لو لاحظنا كلمة السائح ومعها كلمة مصر، مشاهدة آثارها الخالدة، كلهم دول نوع واحد من أنواع الكلام. إيه كمان معانا؟ كلمة إلى، الواو، الباء. طب يلا نتعرف مع بعض على أسماء هذه الأقسام. أول نوع يأتي ويستمتع، أنا قلت إيه؟ إن ده عمل يحدث، والنوع ده بنسميه أبطال فعل، النوع ده بنسميه إيه؟ فعل. طيب عندنا كلمة السائح، مصر، مشاهدة، آثار الخالدة، وده كلهم نوع واحد بنسميهم اسم، بنسميهم اسم. معانا كمان ايه؟ نوع تالت، إلى، الواو، الباء. بس نلاحظ ان الواو مش من أصل الكلمة، يعني لو حذفتها من كلمة ويستمتع هتفضل كلمة ايه؟ يستمتع، الكلمة صحيحة. وأيضا حرف الباء، حرف الباء لو حذفته من كلمة بمشاهدة وقلت مشاهدة الكلمة مش هيتأثر معناها ويفضل معناها كما هي. إلى والواو والباء بتسمى حرف، بتسمى حرف. يبقى أقسام الكلام كام يا أبطال؟ تلات أقسام، يعني تلات أنواع. إيه هما؟ يلا مين هيقول معايا؟ الاسم، اتنين الفعل، تلاتة الحرف. يبقى أنواع الكلام أو أقسام الكلام الاسم، الفعل، الحرف. وكل نوع هناخده في درس إن شاء الله منفرد عن النوعين الآخرين. أول حاجة الاسم، وهو اللي هناخده في درس اليوم. أول حاجة في الاسم تعريفه، تعريف الاسم. يا ترى إيه هو الاسم؟ هو كل كلمة تدل على، كل كلمة تدل على، يعني أي كلمة تدل على الأشياء اللي هنعرفها دلوقت هنسميها اسم، هنسميها ايه؟ اسم، وهيكون نوعها اسم. هو كل كلمة تدل على انسان، تدل على انسان. زي ايه؟ زي مثلا الصورة اللي معانا دي، لو انا قلت ولد، قلت تلميذ، او قلت طالب، او قلت احمد، محمد، كل الكلمات اللي انا قلتها دي تدل على انسان، يبقى الاسم هو كل كلمة تدل على إنسان. فيه تاني؟ طبعا فيه كتير. أو حيوان، زي الصورة لو خدنا بالنا منها نقول إيه؟ أسد، يبقى كلمة أسد اسم، وأي حيوان آخر نوعه اسم. أيضا معانا نبات، أي كلمة تدل على نبات بتكون نوعها اسم. زي إيه؟ شجرة، شجرة. بعد كده أو جماد، أو جماد. زي ايه يا ترى؟ طائرة، والجماد اللي هو لا يتكلم، لا يفهم، لا يأكل، ولا يشرب، ولا ينام. معنى ايه كمان يا ترى؟ مكان، اي كلمة تدل على مكان بتكون اسم. زي ايه؟ مدرسة، ونادي، مستشفى، مصر، مكة، كل الكلمات اللي انا بقولها دي تدل على مكان، يبقى نوعها ايه؟ اسم. ايه كمان معانا؟ اي كلمة تدل على زمان. زي ايه زمان؟ لاحظ الصورة معايا، زي
صباح، الصباح ده زمان، مساء مثلا نقول نهار، ليل. آخر حاجة معانا صفة. زي إيه صفة؟ لو أنا قلت لك اوصف لي المنظر اللي أمامك هتقول إيه؟ منظر جميل، جميل. أهي جميل دي صفة. ممكن واحد يقول قبيح، ممكن واحد يقول ممتع. يلا نقول تاني مع بعض الاسم. هو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو مكان أو زمان أو صفة. ممكن نغني لها أغنية خفيفة ونقول إيه؟ الاسم هو ما دل على إنسان حيوان جماد نبات مكان زمان أو صفة من الصفات، أو صفة من الصفات. بعد ما تعرفنا على الاسم تعالوا نشوف علامات الاسم. يعني ايه علامات الاسم؟ انت لما يكون في واحد صديقك بيحكي لك على واحد اخر وانت مش عارفه بتقول له ايه؟ طب هو ايه مواصفاته علشان اعرفه؟ ايه علاماته؟ انا اعرفه ازاي؟ هيقول لك مثلا طويل، شعره بني، هو ابيض شوية، بيلبس تيشيرت لونه كذا. كذلك ايضا الاسم، الاسم له علامات. اول ما بنلاقي هذه العلامات وهذه الصفات بقول ايه؟ اسم. العلامات معانا 5 علامات. يبقى مواصفات وعلامات الاسم كام يا ابطال؟ 5 علامات. اول حاجة معانا وهي التنوين. نقول مع بعض، اول علامة هي التنوين. واحنا عارفين انواع التنوين كام؟ 3: تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. اي ما الاقي كلمة في اخرها تنوين اعرف على طول ان الكلمة دي نوعها اسم. ناخد مثال مع بعض، ما نقول ايه؟ هذا كتاب، هذا كتاب. فين الكلمة المنونة؟ كتاب. يبقى كلمة كتاب دي ايه؟ اسم. وكمان بتدل على ايه؟ بتدل على جماد. وبالمناسبة ان اسماء الاشارة زي هذا وضمائر الغائب وضمائر المخاطب وضمائر المتكلم اللي انت اخدتها في الدروس السابقة كلها اسم. يبقى معانا بعد كده فيه ايه من العلامات؟ التاء المربوطة، مش الهاء ولا التاء المفتوحة، لازم نلاحظ انها التاء المربوطة. التاء المربوطة من علامات الاسم. مثال كلمة الشجرة مثمرة، فين الكلمة اللي في اخرها تاء مربوطة؟ مثمرة. وايضا كلمة الشجرة، يبقى الشجرة اسم، مثمرة اسم. قبله حرف جر، الاسم بيأتي قبله حرف جر. اما الانواع الاخرى زي الفعل ما لا يأتي قبله حرف جر نهائي، ما ينفعش. طيب زي ايه مثلا؟ سافرت الى القاهرة، فين حرف الجر؟ الى. طيب يبقى القاهرة اسم ولا فعل؟ القاهرة اسم، قبلها حرف جر، وكمان اخرها تاء مربوطة، وكمان تدل على مكان. رقم 4: قبله نداء. واحنا عارفين ان اداة النداء يا. اول ما نلاقي كلمة قبلها يا يبقى نعرف ان الكلمة دي ايه؟ اسم. مثال كلمة يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. فين الكلمة الاسم؟ كلمة طالب. علامتها ايه؟ قبلها حرف نداء يا. معانا ايه كمان يا ابطال؟ اخر علامة من علامات الاسم دخول ال، ودي بنسميها ال للتعريف. زي ايه؟ العلم نور، العلم نور. واحنا عارفين ال نوعين، ال شمسية وال قمرية، اللي احنا بنسميها اللام الشمسية واللام القمرية. سواء لام شمسية او لام قمرية الكلمة بتكون اسم. الفعل يا ابطال لا يأتي فيه علامة من هذه العلامات ابدا. يبقى مثلا خلينا نقول كلمة يشرب، ينفع اقول يشرب؟ لا ما ينفعش. اخرها تاء مربوطة؟ لا طبعا. ينفع اقول الى يشرب؟ ما ينفعش. طب ينفع اقول يا يشرب؟ ما ينفعش. طب ينفع ادخل عليها الف ولام اقول ال يشرب؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى علامات الاسم كام؟ 5. طيب لو وجدت كلمة ما فيهاش اي علامة من هذه العلامات ومش واضح بالنسبة لي هي بتدل على ايه، اعمل ايه؟ لو قبلت هذه الكلمة اي علامة من علامات الاسم دي تبقى اسم،
لم تقبل ولو علامة واحدة تبقى فعل. من خلال الشرح نستنتج أن، ودي قاعدة الدرس، الاسم هو كل كلمة تدل على إيه؟ واحد إنسان مثل خالد، فاطمة، رجل. اتنين حيوان مثل أسد، قرد، عصفور. تلاتة نبات مثل وردة، شجرة، حشائش. أربعة زمان مثل يوم، شهر، السبت. خمسة مكان مثل مصر، نادي، مكة. ستة جماد مثل هرم، صورة، كتاب. سبعة صفة مثل جميل، رائع، واضح. ومن العلامات التي تميز الاسم: واحد التنوين مثل رجل، قلم، بناء. اثنين التاء المربوطة مثل جميلة، مروة، الحديقة. ثلاثة الجر بحرف جر مثل في شوارع، من الإيمان. أربعة دخول حرف النداء عليه مثل يا خالد، يا أنس. خمسة دخول ال عليه مثل الناس، الكتاب. نشاط بيقول لنا حدد ما يدل عليه كل اسم من الأسماء التالية: الغزال تدل على، يلا نفكر مع بعض يا أبطال، حيوان. سبورة تدل على جماد. نشيطة تدل على، مين بيجاوب معنا يا أبطال؟ نشيطة تدل على صفة. جهاز تدل على، أحسنتم، جماد. الإسكندرية تدل على مكان. شوال، شهر شوال، تدل على زمان. معلم، كلمة تدل على إنسان. قطن، كلمة تدل على نبات. أحسنتم. يلا نشوف نشاط آخر. نشاط بيقول لنا استخرج من الفقرة التالية كل اسم وبين علامة الاسم فيه: ذهبت إلى نادي المدرسة الصيفي فوجدت كثيرا من زملائي. يلا عاوزين نستخرج الاسم. ذهبت اسم، لا طبعا ما ينفعش اقول ذهبت. الى اسم، الى اخذناها قبل كده حرف جر. نادي، نعم نادي اسم، علامته ايه؟ لو لاحظنا الى نادي قبله حرف جر. طيب بعد كده المدرسة، يلا نبحث فيها عن علامة من علامات الاسم. فيها كم علامة؟ فيها علامتين: المدرسة أولها ألف ولام وآخرها تاء مربوطة، وكمان تدل على مكان. الصيفي، هل الصيفي اسم؟ نعم. طب العلامة اللي فيها ايه؟ دخول ال. أحسنتم. فوجدت، وجدت تنفع اسم؟ لا طبعا، حد هيقول لنا قبلها حرف وهو الفاء. لما بنقول قبلها حرف، لا احنا بنتكلم عن حروف الجر مش حروف العطف. الفاء دي من حروف ايه؟ من حروف العطف. حروف العطف تأتي قبل الأسماء وتأتي قبل الأفعال أيضا، لكن حروف الجر هي اللي من علامات الاسم. كثيرا اسم ولا فعل؟ كثيرا اسم. علامتها ايه؟ التنوين. من حرف جر. زملائي، ايه العلامة اللي فيها؟ زملاء قبله حرف جر، من زملائي. وإلى هنا يا أبطال ناتي إلى نهاية هذا الدرس الشيق. إذا أعجبكم الدرس اشتركوا في قناة التعليم الجديد وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة. وإلى أن ألتقي بكم في درس آخر، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.